أهلا بكم في حلقة جديدة من عين على أوروبا، معكم سناء حمداني، يسعدني تقديمها لكم من ألمانيا من قلب أوروبا. ناقوس خطر تدقه شرطة مكافحة المخدرات الإسبانية، والسبب هو انتشار تجارة الحشيش في مناطق إسبانيا الجنوبية. أطنان من الحشيش يجلبها مهربو المخدرات من دولة عربية وهي المغرب، وذلك عبر البحر المتوسط بواسطة زوارق سريعة. وها هي الشرطة مصابة بالإحباط من فشل الملاحقة، بل وتشعر بالخطورة لأن قوارب المهربين غالبا ما تكون أكثر سرعة. مئات ملايين اليوروهات تحصدها سنوياً من هذه التجارة مافيا مخدرات مختصة تشرف على تهريب الحشيش من المغرب عبر مضيق جبل طارق إلى ساحل مدينة لا لينيا دي لا كونسبسيون الإسبانية، حيث تصل ثلث كمية حشيش أوروبا المستهلكة. أما الأرباح الكبيرة فتذهب إلى جيوب عائلات تهريب تتقاسم بينها أموال هذه التجارة، عشائر تهريب يخشاها سكان هذه المدينة، ولذلك تبقى أفواههم صامتة. أما الشرطة الإسبانية فتبدو عاجزة. تبدو إفريقيا بعيدة جداً في الأفق، لكن المغرب لا يبعد أكثر من 30 كيلومتراً عن هنا، ويعد من أكبر البلدان المنتجة للحشيش في العالم. والآن تشهد مدينة لا لينيا دي لا كونسبسيون الإسبانية ازدهاراً غير مسبوق لتجارة المخدرات، ما يخيف الكثيرين. لم نشهد شيئاً كهذا من قبل، كان هناك مخدرات لكن ليس بهذه الكميات. موضوع المخدرات حاضر في كل مكان. الوضع في مدينتنا من سيء إلى أسوأ، بل ويزداد خطورة. استنفذت الشرطة الحد الأقصى من طاقتها في مكافحة المخدرات في البر وفي البحر، وهي لا تستطيع إيقاف زوارق المهربين السريعة التي تحمل المخدرات إلى إسبانيا إلا بمطاردات خارقة، وهو ما لا ينجح إلا نادراً كما يقول الشرطي الذي أطلقنا عليه اسم لويس. تأتي القوارب المحملة بالمخدرات من هناك فتصل إلى الشاطئ، وتأتي سيارات دفع رباعي إلى الشاطئ لنقل الطرود من القوارب والهرب بها بعيداً. كل هذا في وقت قياسي لا يفسح لنا المجال للتدخل أبداً. يرينا لويس المنطقة التي ينقل إليها الحشيش. قمنا بالتصوير من السيارة لأسباب أمنية بسبب تكرار الاعتداءات هنا. هنا وراء هذه البوابات الكبيرة والأسوار العالية الموضوعة لحجب الرؤية تخزن المخدرات والجرارات والقوارب. أطنان من الحشيش تصل أوروبا عبر هذه المنطقة، عمل تتقاسم إنجازه 30 عصابة مافيا. في هذا المستودع تحط مئات القوارب والسيارات المصادرة، لكنها جزء بسيط فقط. فالشرطة في حاجة إلى أدلة أكثر من السكان كي تستطيع القبض على المزيد من المهربين كما يقول لويس، لكن الرغبة في التعاون ضعيفة. المشكلة هي أن تهريب المخدرات أصبح جزءاً من المجتمع. كثيرون يدعمون التهريب لأنهم يعيشون منه، وبالتالي هم لا يرغبون في توقف تجارته. ارتفاع نسبة البطالة إلى 35% وانخفاض الدخل يجذبان الناس للعمل في تجارة المخدرات، فهي مصدر دخل مريح. إنه مال سهل، من المستبعد أن يحاول أطفال هؤلاء الأشخاص السعي وراء وظيفة، فمثلهم الأعلى في النهاية هو والدهم الذي يفعل نفس الشيء. لكن وتيرة العنف تتصاعد الآن. قبل بضعة أسابيع اقتحم 20 مسلحاً المشفى لتحرير مهرب مخدرات معتقل كان يعالج تحت مراقبة الشرطة. كثير من المواطنين رفضوا هذا وخرجوا إلى الشوارع، إنهم خائفون ويطالبون بإجراءات أكثر صرامة في مكافحة عصابات المخدرات. بينهم رئيس بلدية لا لينيا، هو أيضا يشعر بتخاذل الدولة معه. لقد أصبحت مدينته كما يقول مكتب نفايات الساحل كله. ينتابنا شعور بأن هناك رغبة في تركيز المشكلة في منطقة واحدة كي تبقى مناطق أخرى نظيفة. أنا لا أدعي أن هذه خطة متطورة وذكية، أنا لست مغرما بالمطاردات، لكن على الدولة أن تفعل المزيد لهذه المنطقة.
استجابت السلطات وحصلت الشرطة على قوارب جديدة أسرع، وهي تحاول الآن السيطرة على الوضع. لكن هذا غير كاف برأي الشرطي لويس، فقد تفاقمت المشكلة في مدينته منذ مدة طويلة، وأصبحت مافيا المخدرات تحكمها بدلا من الدولة، بل إن عناصر الشرطة يتعرضون للهجمات. أعرف زملاء لي يفكرون جديا في طلب نقلهم من هنا، وهذا ما سأفعله أيضا. إذا لم نستطع حماية أنفسنا بشكل صحيح، فكيف سنستطيع توفير الأمن للمدينة كلها؟ difícilmente vamos a poder dar seguridad a una ciudad. تبلغ مبيعات المخدرات في مدينة لالينيا أكثر من 300 مليون يورو سنوياً. إنها تجارة ضخمة، يبدو أن الشرطة لا تجد وسيلة ناجعة لمحاربتها. امرأة فلاحة في جنوب تركيا في قرية صغيرة سئمت هيمنة الرجال المجتمعية، وقررت أن ترفع صوتها رفضاً للوصاية الذكورية، فاختارت خشبة المسرح منبراً لها وللأصوات النسائية، وكتبت مسرحية لا تقبل بسيطرة الذكور على الإناث في الحياة اليومية. إنه قصة نجاح نسوية في منطقة الأناضول التركية. أمية كوجاك في طريقها هذا الصباح لممارسة أحد الأنشطة المفضلة لديها. تواعدت ابنة 60 عاماً مع جارتها لخبز فطار كوزليمة المحشوة والمشهورة في مطبخ الأناضول. أحب إنجاز الأعمال بنفسي، أحب هذه الحياة القروية البسيطة. إذا لم أزرع شيئاً ولم أحصد شيئاً، أشعر بأن هناك ما ينقصني. في مسقط رأس أمية، قرية أرسلان كوهيا الواقعة في جنوب تركيا، يعتبر تقسيم الأدوار بين الرجل والمرأة واضحاً تماماً. فالرجل هو سيد العائلة ومعينها، والمرأة هي الزوجة المخلصة التي تربي الأطفال. أمية كانت تعيش حياتها هكذا أيضاً، مع أنها شككت في طفولتها في هذا الشكل من توزيع الأدوار. كثيراً ما جاءت جاراتها يشتكين لها من أزواجهن ومعاملتهن السيئة. سمعت أمية عن حقوق المرأة، لكن تطبيقها في القرية صعب، إلى أن توقفت في أحد الأيام فرقة مسرحية في قريتها، فخطرت لها فكرة. فجأة عرفت ما أريده تماماً، وهو أن أجعل صوت المرأة مسموعاً من خلال مسرح أؤسسه بنفسي. لقد أردت ببساطة تحويل ما يحدث مع نساء القرية إلى أعمال مسرحية. ينبغي على من يراها من الأزواج وأبائهم وأمهاتهم أن يتعلموا منها دروساً. مع مرور الوقت، أصبح هناك نساء من جميع أنحاء تركيا يشاركن في الأعمال المسرحية التي تكتبها أمية بنفسها. إنهن يتدربن للتو على عمل مسرحي جديد. قبل مدة قصيرة، أصبحت وسائل الإعلام على علم أيضاً بالممثلة غير العادية القادمة من القرية. مثلت أمية مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو في فيلم دعائي، بل وقامت بإخراج فيلمها السينمائي الأول أيضاً. قصة نجاح أمية تركت بصمتها على رجال القرية أيضاً، ممن شككوا في عملها في البداية. لقد شاهدنا أعمالها في البدايات، وهي أعمال يجب الاعتراف بها حقاً. لقد قدمت فناً ووصلت أصداؤه إلى أوروبا. ستترك النسوة حياة القرية اليومية لبضعة أيام لتقديم عرضهن التالي في هاكيراي جنوب شرقي تركيا. أتعلمن سبب حماسي يا بنات، لأني لم أذهب إلى هذه المنطقة من قبل. الجميع يقول لي لا تذهبي إلى هناك، الوضع سيء هناك، وهناك أسلحة في كل مكان، وهذا أمر خطير وكأننا في تكساس، لكن لا أعتقد أن الوضع سيكون بهذا السوء. تقع هاكيراي على بعد 1000 كيلومتر شرقاً. يسكن البلدة الصغيرة 70,000 نسمة، معظمهم من الأكراد. يهيمن الجيش وقوة الأمن على مشهد المدينة التي تدور حولها معارك مستمرة مع حزب العمال الكردستاني المحظور. لم تشعر أمية ومجموعتها بشيء من هذا اليوم. إنهن يقمن بتحضير أنفسهن للعرض الكبير في رابطة الثقافة المحلية،
ويمثلن أدوار الرجال بأنفسهن أيضاً. بعد عرض هاكراي دعتهن أمهان كيسكين من نادي النساء المحلي. كانت هذه المنطقة وحتى وقت قريب كصندوق مغلق، لم تجرؤ النساء على القيام بالكثير هنا، لا سيما في المجال الثقافي. فهناك من يقول لهن لا تركضن وراء أمور لن تجلب لكن أي شيء، لكن هناك حكمة تقول الفن يلمس روح الإنسان، وهذا ما فعلته أمية كوجاك تماما. إنها منارة لجميع النساء. قبل بدء العرض المسرحي عرض الفيلم الذي أخرجته أمية، وهو يحكي قصة امرأة وابنتها إيليف التي لا يسمح لها بالذهاب إلى المدرسة، لكنها تحقق هدفها في النهاية. القصة تبدو من الزمان الغابر، لكنها بدت قصة حاضرة لجمهور الشابات. شعرت وكأنني مكان إيليف، كل مشهد في الفيلم حرك مشاعري بشكل كبير، فالقصة تشبه قصتي إلى حد بعيد. أنا أستعد حالياً لامتحان القبول في الجامعة، وهذا الفيلم سيدفعني إلى بذل مزيد من الجهد أيضاً. حان وقت العرض أخيراً، وهو يحكي قصة عائلة تنتقل من القرية إلى إسطنبول، وهناك يتهددها التفكك. تحفيز الناس على التفكير والتأمل هو أكثر ما يهم أمية، كما أخبرتنا في الاستراحة. كل ما أريده هو أن تعبر النساء عن آرائهن بوضوح، وأن لا يختبئن، وأن يكون نموذجاً جيداً لجيل الشباب. أمية كوجاك نموذج تحتذي به كثيرات من النساء في البلاد، ربما لأنها مزارعة بسيطة من القرية، ولا تزال رغم هذا تقف على خشبات المسرح وتقدم عروضاً تهم العالم. حتى وإن كانت مسألة اللاجئين تبدو حالياً هادئة، غير أن الكثيرين من اللاجئين ما زالوا يشقون طريقهم باتجاه القارة الأوروبية، ولكن ليس عبر البحر المتوسط، بل عبر طرق يعتقدون أنها أكثر أماناً وسلامة، تمر تحديداً عبر الأراضي التركية. الكثيرون من اللاجئين يستهينون بخطر نهر اسمه نهر إيفروس على الحدود التركية اليونانية، وهنا حتى الأطباء لا يستطيعون المساعدة. لم يخطر ببال بافلوس بافليدس يوماً أن فناء مستشفاه سيكون فيه شيء مثل هذا. فرئيس قسم الطب الشرعي في ألكسندروبوليس لم يعد لديه مكان لحفظ العدد الكبير من الجثث التي توضع الآن في حاوية التبريد هذه. موتى بدون أسماء عثر عليهم في نهر إيفروس الحدودي. جميعهم لاجئون، وكلهم من هذه السنة. لقد غرقوا أثناء محاولة عبور نهر إيفروس من تركيا إلى اليونان، وعندما يعثر عليهم، وهو ما يحدث أحياناً بعد أسبوع، يتم الاتصال بالطبيب الشرعي بافليدس الذي لا يملك شيئاً حيال هذا. أعرف الكثير عن هؤلاء الناس، كيف كان شكلهم وكيف ماتوا، لكني لا أعرف أسماءهم، وفي أغلب الأحيان لا يمكنني إعادتهم إلى ذويهم. كل ما أعرفه هو أن أناساً في آسيا وإفريقيا لا يزالون ينتظرون أخباراً منهم. نهر إيفروس البالغ طوله 180 كيلومتراً أصبح أحد أهم طرق الهروب من البحر والفقر إلى أوروبا الغربية. وعلى الرغم من تشديد الحراسة على الحدود، إلا أن السلطات اليونانية أكدت عبور قرابة 3000 شخص في شهر أبريل فقط. هذه العائلة نجحت في عبور النهر. أحد المهربين نصحهم باستخدام هذه الطريق بدلاً من اتباع طريق البحر للوصول إلى جزيرة يونانية، لكنه لم يحذرهم من التيارات الخطيرة. نفخنا زورة مطاطياً على الجانب التركي وانطلقنا، كنا 15 شخصاً على متنه، وكان سبباً كافياً لتسرب المياه إلى الداخل بسرعة، لكننا تمكنا في النهاية من التعلق بأغصان الشجرة على الضفة الأخرى والنجاة. ثم تبعنا السيارة لساعات طويلة حتى وصلنا إلى أقرب منطقة. لكن مثل هذا الحظ لا يحالف الجميع، فكثير منهم يغرق وتحضر جثته فيما بعد إلى هنا، مقبرة إسلامية في أحد الحقول، نهاية الرحلة لأكثر من 400 مهاجر.
زكي ديرفيس ومصطفى مولا علي من الأقلية التركية في اليونان، ويساعدان على أن يتم دفن المسلمين على الأقل حسب الطقوس الدينية. منذ 6 سنوات وأعداد الموتى هنا في ازدياد، وكان علينا إيجاد مكان لدفن هؤلاء الموتى. المقابر التي هناك كلها جديدة، وسبق لنا دفن العديد من الناس، فتقديم المساعدة في عمليات الدفن واجب علينا. هواتف وساعات وحلي. الطبيب فليديز جمع مقتنيات الضحايا واحتفظ بها في أرشيف خاص. في العام الماضي غرق 1500 شخص على الأقل في نهر إيفروس، ونادراً ما أمكن التعرف على هوية الموتى. نجحنا مرتين أو ثلاثة في إعادة مقتنيات الموتى لذويهم، وذلك بعد التأكد من الحمض النووي لهؤلاء. أحياناً كان الأمر يستغرق سنوات، لكن على الأقل يتيقن الناس هكذا من أن قريبهم قد مات. على امتداد نهر إيفروس وفروعه توجد محميات طبيعية عديدة. بافليدس ترعرع على ضيفته، لكنه حزين بسبب تحول هذا النهر إلى نهر للموت. أتمنى أن يعود نهر طفولتي، لكن الوضع العالمي لن يسمح بذلك حتى وإن كنا جميعا نتمنى ذلك. وسيستمر عبور اليائسين من هنا إلى أوروبا الغربية. الطبيب بافليدس يأمل أن لا يستدعى ثانية إلى النهر. موزع أموال، تعبير قد يبدو غريباً لأول وهلة، لكن يوجد شخص يقوم فعلاً بتوزيع المال على المحتاجين في مدينة نمساوية، وهم أشخاص أصبحوا فقراء مثلاً بعد حدوث طلاق في العائلة أو التعرض للحوادث أو خسارة الوظائف، وتعرضوا لإفلاسات مفاجئة، وهذا يحدث في النمسا إحدى أغنى دول الكرة الأرضية. زالسبورغ جميلة وغنية، ويفترض ألا يوجد هنا من ينقصه أي شيء، ومع ذلك يوجد في وسطها حاوية مغطاة تحمل عبارة القسمة بالعدل. المقصود هنا ليس الغذاء أو الملابس، بل المال. وهذا ما يقوم به الشماس السابق ماكس لوغا، البالغ من العمر 68 عاما، والذي يعمل اليوم على إيجاد مجتمع أفضل. أنا أم لطفلين، وانفصلت عن زوجي في هذا العام، ومؤخراً فقدت مسكني وعملي أيضاً. أعيش اليوم متنقلة بين البيوت مع طفلين. لا أحصل على أي مساعدة اجتماعية، وعلي انتظار الموافقة على الطلب. الأمر يتعلق بطفلي، فأنا مهددة بفقدان حق رعايتهما. لوغا يقدم لها الدعم المالي فوراً. هل علي إعادتها؟ كيف ستسير الأمور؟ أخبرني أرجوك. كلا، لست بحاجة لذلك، فإما أن أعطيك أو لا أعطيك. شكراً جزيلاً لك. أنا لست مصرفاً يسترد ما يعطي، لكن ماكس لوغا يقدم المساعدة فقط عندما يمتلك المال، وغالباً ما يتبرع الناس من أمثال أنا ماري كراوس التي تحصل على تقاعد متواضع جداً. أما أغنياء زالسبورغ فلن يمر عليه يوماً في الحاوية، لأن هذا واجب علي، وما يقوم به السيد لوغا وما أنجزه حتى الآن يستحق الدعم. المال ليس متوفراً لكل شخص، وهو يقرر بشكل عفوي ما سيقوم به. يمكنني التقرير بحرية، وهذا يمنحني ممارسة شيئاً من السلطة. اليوم لديه موعد خارجي، أحد المحتجين تعرض لاعتداء في منزله. للأسف لابد من التأكد من كل التفاصيل حتى لا يقال بإمكانك أن تحكي لهذا العجوز أي شيء وسيصدقك. المنزل بحالة جيدة، ولا أحد سيعتقد أن من يعيش هنا فقير، لكن العكس هو الصحيح.
فمنزل اشتفاني بازون تعرض للتخريب وأتلفت محتوياته وتعرضت للضرب المبرح من قبل شريك حياتها السابق، وطالما لم يصدر حكم بحقه يتعين عليها تحمل التكاليف، لكنها غير قادرة على ذلك. يمكنني أن أعطيك 200 يورو. تواصلت مع أكثر من جهة للحصول على موعد بعد 3 أسابيع، هذا إن حدث ذلك. هناك مشكلة بيروقراطية وفي النهاية لا يحصل المرء على أي مساعدة. إنه يساعد الناس الذين ينزلقون للتو إلى حالة الفقر، وذلك من خلال التبرعات مهما كان حجمها، وفي كل سنة يوزع قرابة 30,000 يورو. بهذه الطريقة يقدم نموذجاً يمكن الاحتذاء به في مدن أوروبية أخرى. الخبير شتيفان زلكا يحذر من ذلك. بهذا لن ينظر إلى الفقر كمشكلة، ولن يعد مشكلة سياسية أو فضيحة للمجتمع، وهذا ما تعبر عنه الحاوية كحالة استثنائية، ولا أحد يعترف بها سوى السيد ماكس لوغا، لكنها ليست نظاماً عاماً. إذن هي فكرة جيدة لكنها لا تصلح للتعميم. لا أتفق معه، فإذا لم نفعل شيئاً لن يحدث تغيير في هذا العالم. الدولة تتفاعل مع المشكلة فقط عندما تهب ريح الثورة، وطالما لم يتحرك المجتمع تظن أن كل شيء على ما يرام، أليس كذلك؟ من خلال المساعدة ب100 يورو على الأقل يخفف لوغا عن المحتاجين الذين يثقون به، فقد ساعد آلاف الفقراء في زالسبورغ، ولا توجد قواعد لتحديد أوقات أو اختيار من يساعدهم، فهو يعتمد على أحاسيسه ولا يفكر في التوقف عن ذلك. وإلى قصتنا الختامية، وهي عن دجاجات بالعة للنفايات، وهي طريقة جديدة وجدتها منطقة فرنسية لتحويل النفايات العضوية كبقايا الأغذية إلى بيضات غذائية استهلاكية، حيث يتبنى الناس دجاجات حكومية مجانية ويقومون بتغذيتها من بقايا الطعام والزبالة العضوية، وذلك تحت شعار حول القمامة إلى بيضات لذيذة. بضعة أوراق من السلطة كمقبلات. ماتيو لوران يدلل دجاجاته كل يوم بما لذ وطاب من مطبخه. الوجبة الرئيسية اليوم سباغيتي. الدجاجات تأكل كل ما تتركه العائلة من بقايا الطعام، وهي لا تختار، بل تأكل كل ما يقدم لها. إنها تلتهم ما نقدمه لها من بقايا الطعام الذي كان سينتهي به الأمر في حاوية القمامة البيئية. هل هناك ما لا تحبه الدجاجات؟ قشور الموز والكيوي وقشور البطاطس، على ذلك تأكل كل شيء. تقني الآلات بنى مزرعة الدجاج بنفسه، وقبل 3 سنوات بدأت العائلة العمل بها، والآن لديهم 8 دجاجات كهدية من مدينة كولمار. وكل مواطن في المدينة يريد أن يقوم بما تقوم به عائلة لوغون يحصل من الدولة مجاناً على دجاج يتغذى على بقايا الأطعمة، والشرط الوحيد هو تربية دجاجتين على الأقل ورعايتهما كما يجب. فكرة إطعام الدجاج أعجبت جيران عائلة لوغون. هكذا يتعلم الأطفال أن البيض لا يأتي من السوبر ماركت أو من علب البيض. الدجاج يؤمن البيض يومياً، ودجاجات سمينة بعد 2 سنين. مدينة كولمار تعتبر السباقة في التخلص من بقايا الأطعمة في المنطقة، وفكرة الدجاج لالتهام ما يتبقى من الأطعمة يعتبر نجاحاً لمنطقة ألزاس التي وزعت قرابة 1600 دجاجة على هواة تربية الدجاج. خبراء التخلص من النفايات يجدون أنها فكرة مجدية. يمكن للدجاجة التهام ما يقارب 300 غرام من بقايا الأطعمة يوميا، والشخص ينتج يوميا 150 غراما. هكذا يمكن للدجاج في مدينتنا فقط أن يلتهم 400 من أطنان بقايا الأطعمة. عودة إلى عائلة لوغون التي تحصل على 8 بيضات يوميا، وهذا ما يجده هاوي تربية الدجاج مكسبا إضافيا. في الليل فقط يأتي الدجاج إلى هنا أو عند وضع البيض في النهار، عدا ذلك يبقى يتنقل طيلة الوقت في الخارج.
كمية كافية من البيض لتجربة أطعمة جديدة. فابنته تحب العجة بالبيض الطازج والموز وخليط الشوفان والفواكه المجففة. ويسمح للعائلة بتناول الدجاج بعد سنتين، لكن رب العائلة يخشى غضب زوجته. وهذه الدجاجات لن ينتهي بها الأمر في وعاء الطهي، بل ستستمر في التهام ما لذ وطاب من بقايا الأطعمة. بهذه الطريقة العملية نأتي وإياكم إلى ختام عين على أوروبا. شاركوني على فيسبوك تعليقاتكم حول هذه الحلقة، ولكم مني ومن طاقم العمل أطيب المنى.